السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لكن يبدو أن هناك مكالمات كثيرة الآن. لنفتح خطوطنا الهاتفية لنتواصل مع أحبتنا الكرام. أرقامنا 0522-47-72-50 أو 51 أو 52. ونبدأ بأول مكالمة من دار البيضاء مع أختنا منى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كدير؟ لاباس عليك؟ حياك الله. لالا لاباس ربي يخليك. بغيت نسولك، الله يجازيك بخير. مرحبا. أنا مجوجة. إيه. مجوجة براجل مجوج عنده امرأة أخرى. إيه. ومعاك ترك المشاكل وداك الشيء، ما أنا ما بقيتش كنبغي وما بقاش عندي الإحساس معاه وما بقيتش ما عرفتش كيفاش نوصف. ما شاء الله. منى بنتي، انت الاولى ولا الثانيه؟ لا انا الثانيه، ولكن هو فاش تقدم ليا. نعم. قال لي بلي ما مجوش، جايب شهاده العزوبه باش تكاتب معايا. ما شاء الله. وفاش عرفت وداك الشيء وقع لي مشاكل وليت مريضه وما بقيتش. لا اله الا الله. دابا كيجي عندي كيمشي عنده وكيجي عندي بحال ما كان ما عندي تعبير زعما حتى شي حاجه. ما لا اله فهمتك بنتي. كيشوف بنته وصافي. لا اله، هو كبر منك في السن؟ كبر مني. ما شاء الله ما شاء الله. دابا ما نعرف واش عندي شد، بحيث من كي بغى يتقرب مني وانا كنمنع وما ما عرفتش واش عندي. ما شاء الله. عندك معاه بنيه دابا منى؟ عندي معاه بنيه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يصلحها لكم يا رب. الله يصلح عليكم بنتي منى. الله يكمل لك الرجاء بنتي ويصلح امورك. لا اله الا الله. منى تبت حزنها الينا جميعا، وهذا نموذج لمعاناه امراه ثانيه. قضيه التعدد هي قضيه شرعيه، كتاب الله عز وجل وضعها بالبيان. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه ايه محكمه غير قابلة للنقد، لكن ربنا عز وجل وضعها لأسباب وجيهة. حينما يكون الإنسان عنده أسباب حقيقية، كأن تكون المرأة مريضة لا يرجى برؤها، أو كأن تكون عقيم لا تلد، أو كأن تكون فقط تلد البنات والرجل يريد خلفة الذكور، أو يكون الرجل قوي في البنية والمرأة لا تحتمل، وهناك أسباب يعلمها الجميع. لهذا ربنا عز وجل أعطى هذا الحل مثنى وثلاث ورباع. وكان أسباب سبب أكبر وهو أن أيام زمان كانت حروب كثيرة، المجتمعات كانت أكثر دموية، وكان الذي يساهم في الحرب هم الرجال، فيقل عدد الرجال ويكثر عدد النساء. فربنا عز وجل أعطانا هذه المعادلة لكي يقع استقرار داخل المجتمع. اليوم في الوضع المغربي كنلقاو حسب الإحصاء الرسمي اللي قامت به الدولة أن هناك شبه توازن بين عدد الذكور وعدد الإناث، ما كاينش واحد التباعد كبير، حتى ربما أذكر حوالي 45% ذكور و 55% إناث، كاين توازن قريب. إمتى ما كيكونش توازن إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يغدو لخمسين امرأة عائل واحد. هذا يوم القيامة ملي يقرب الساعة، غتقرب الساعة سوف يكثر عدد النساء ويقل عدد الرجال حتى يغدو لخمسين امرأة عائل واحد. أما اليوم فالوضع مستقر نسبيا، وبعض الناس كيبغي يتزوج امرأة ثانية. كنسمعوا حنا كنسمعوا غير المعاناة تاع النساء، ولكن لو سمعنا الرجال اش غادي يقولوا؟ مجموعة ديال الرجال أنه يرغب في الزوجة الثانية، لكن المدونة ديال الأسرة الآن
كتوضع واحد ترسانة قانونية شديدة علاش حماية للأسرة. كانوا بعض الرجال كيتزوج المرأة الثانية غير للنزوة وكيضيع الأولى. لو أنه كان يعتني بالأولى كما الثانية كان أفضل، ولكن حينما يتزوج الثانية يضيع الأولى. وربما هناك من يعبث يتزوج هنا وهناك وكان مزواجا مطلقا وكيبقى ينجب وكيعود عندنا أطفال اللي هما في وضعية غير مستقرة. لهذه الأسباب القائمين على النظام الحقوقي في بلادنا وضعوا هذه المدونة ما فيهاش انحياز للرجل ولا للمرأة، بل في انحياز لسلامة الأسرة ككل. كنلقاو مجموعة للرجال كيبغي يتزوج مرة تانية فكيتصدم بها الترسانة. هنا الناس كيلجؤوا إلى ما يسمى بالحيل القانونية أو الحيل الشرعية. بل هناك من يسعى إلى كاين هناك بعض الناس قطع العدالة وقطع المحاكم يقول لك سيدي احنا كننفسوا على الناس كننفسوا عليهم. كيجينا الراجل ولات مراته كتبان ليه سوداء. علاش؟ لأسباب. كنسول الرجل علاش مراتك كتبان لك سوداء؟ يقول لك لأنها كانت كتعامل مع أمي كتعامل معها معاملة شديدة ومن بعد ما بقاش لا أطيقها. كاين البعض كيقول لك مراتي عنيدة ولا أطيقها. كيبقى إما أن أقع في الحرام وإما أن أتزوج على سنة الله ورسوله. كيمشي للمحكمة بالطريقة العادية كيلقى لابد من إخبار المرأة الأولى وموافقتها، كيلقى مشكل غادي يكبر. فكيمشي لهذا الطريق اللي هو للأسف ولات فيه واحد المجموعة ديال الناس يتعاطونه. ببساطة الرجل المتزوج يأتي بشهادة العزوبية ببساطة من عند السلطة المحلية، وكيمشي عند العدل وكيكتب ليه وكيوثق وكيخرج العقد كأنه أول مرة كيتزوج وحتى واحد معرف. لكن هادشي ما غيدومش لأن المرأة الثانية ملي أول حاجة كتصدم. كاين اللي كيخبرها في الأول كيقول أنا متزوج بالصراحة وعندي أولاد لكن لست مستقرا في حياتي الزوجية عاطفيا وكذا وبغيت نرتاح. كاين اللي كيخبر بالصدق، كاين اللي كيقول لك أنا طلقت أو في طريق الطلاق. والمرأة الثانية كتاخذ واحد الأمل. حينما تتزوج مع الرجل هنا كيبدا العام الأول العام الثاني كيجي الحمل، خصو لابد يوثق وخصو لابد الحالة المدنية. وهنا كيعود الصراع. الزوجتين ما سهلاش، زوجتين يعني عندك بيتين وعندك نفقتين وعندك قلبين وعندك إحساسين، صعيب باش توازن. إلا لك تسيدي ومولاي قادر باش أنك تضمن التوازن ولا تؤدي لا الأولى ولا الثانية. لأن في الحديث النبوي الشريف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الرجل المتزوج أكثر من امرأة ولا يعدل بينهما خصوصا في الماديات، هذا يبعث يوم القيامة نصف ديالو مشلول. الأخت منى حكت لنا دابا المعاناة ديالها. الرجل ما خبرهاش في الأول بأنه متزوج، كأنها هي أول فرحة في حياته. وتم الزواج، تم الإنجاب، دابا الآن الحياة أصبحت كأنها رتيبة. لو سولنا الرجل غادي يقول لك حتى هو عنده الأعذار ديالو. ربما أن المرأة الأولى علمت بالخبر وربما ثار غضبها، والمرأة تنتقم بأساليبها التي يعلمها الجميع بطرق مختلفة. هذاك الرجل الآن أعيا ولا اش غنديروا معاه؟ منى ابنتي كنصيحة أبوية غنقول لك هذا الرجل هو في الأصل لم يرتكب حراما. نعم ارتكب مخالفة قانونية شرعية أنه جاء بشهادة إدارية بأنه أعزب وهو غير عازب. غنقول واش هو مذنب ولا آثم ولا هو أن أراد أن يحصن نفسه ويحصن فرجه. على كل حال هذا نقاش آخر. احنا دابا الآن وقد وقع ما وقع. منى هذا الرجل متزوج امرأتين فهو في شريعة الله. ربنا عز وجل أعطاه هذا الحق، أعطاه للرجال. ربنا لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. بعض الناس كيقول لك علاش النساء علاش الرجال؟ هذا أمر الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أول حاجة غنقبل بنتي بهذا الأمر لأنه قضاء الله. الأمر الثاني بنتي منى غنشوف هذا الرجل علاش تبدل، علاش تغير. ربما
أن المرأة الأولى أصبحت تتفنن. يحكي لي واحد صديق ديالي مزوج بمرأتين، قال لك المرأة الأولى كانت معذبة وكانت مورياه الويل، فكان مصمم أنه يتزوج المرأة الثانية، فتزوج مع السكرتير ديالو وكانت جميلة وجذابة وصغيرة. ملي تزوج معه وصاخد الخبار المرأة الأولى بدات كترجع عن السلوك ديالها، فأصبحت أكثر لطفا. قال لك ويتبالي المرأة الأولى أجمل وأكمل، وقال كيفاش ضيعتها. هي ماشي بات لي أجمل، راه التصرفات والسلوكات اليومية هي اللي كترسم الجمال ديال المرأة أو القبح ديال المرأة. منى هذا دليل على أن الزوج ديالك بدا كيلقى راحته في البيت الأول، وربما أنه ما كيوجدش الراحة الكاملة في البيت الثاني. إذا قدرتي أبنتي تتنافسين في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حاولي ما أمكن أنك في بيتك هذه أسرة ديالك إياك أنك تحاولي تطلب الفراق أو تشتي الشمل، إياك. هذا بيتك وتلك ابنتك وذاك زوجك، هذه طبيعة الرجل. هو در مخالفة كبيرة لما لم يصارحك في أول الأمر، مخالفة كبيرة. لكن ماذا علينا أن نفعل؟ هل نعاقبه؟ غادي يقول لك أنا عن حسن النية فعلت هذا الأمر لأنني بغيت نكسب الود ديالك. الآن الفقهاء يقولوا وقد وقع ما وقع، صافي لا طلعت ما نرجعوش بالوراء، خلينا نشوفوا من الآن إلى الأمام. غنقول لبنتي منى غنحاول ما أمكن نعود مرة ونص نشوف هذا الرجل علاش كيهرب من البيت، ولاش الحياة بينه وبينه عاطفية باردة. نحاول نشعلها من جديد، نحاول نجددها من جديد. والنساء راهما كيفهموا كيفاش كيجددوا الحياة، أنها بالمودة بالرحمة. ربي عز وجل قال لنا وجعل بينكم مودة ورحمة. الكلام الحلو، البيت تكون منمق، وجبة الطعام كتكون طيبة، ملي كيجي البيت ما كنزعجوش، ما نخليش ينفر، ما نخليش يهرب. إلا بقيتي بالشكوى، الشكوى غيزيد هو ينفر، وماشي مصلحتك بنتي وقع لك الطلاق وتضيع البنت ديالك. فمنى صبري يا بنتي وحاولي ما أمكن تجددين حياتك وتجددين سلوكك مع الرجل ديالك، وحتى يكون مزاجه راقي عاد جلسي معاه وتناقشي معاه، قولي هذه كتعجبني وهذه كتضرني. ما تناقشيش مع بقية داخل باب الدار، يلا داخل عندك جاي من عند الأولى كيدخل معك باب الدار كتقول لي راه خصك وخصك وخصك، كينفر كيعاود يهرب كيمشي. والرجل ديالك يقدر يكون طيب وبريء، غادي يمشي للمقهى غيطلق مع شي اصدقاء غادي يبرمجوه من جديد، غادي يقول ليه راه المراه راه هي ضلعه وجا وراه مراه كذا كذا، وغيقول لك شي كلام اللي غادي ينفروه. ما تخليش يوصل للمقهى. القهوه يصروبها عندك في الدار، وخلي كلمه طيبه، ورك الآن عندكم بنية بناتكم حافظي عليها. والله يكمل لك الرجاء بنتي منى، أسأل الله الكريم أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويجمع شملك، اللهم آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر.